تشرفنا الليله باستضافتنا من قبل اتحاد الجرائد الالكترونيه لتاريخ، وذلك للتعطير والنقاش حول حقوق الانسان، وخاصه في موضوع دور الاعلام في تعزيز حقوق الانسان. وابرزنا على ان هذا الدور لا بد أن ينهض به الإعلامي في إطار المصداقية والمهنية وبكل مسؤولية، وطالبنا بتوفير هامش أكبر للعمل وعدم تقييده إلا بالقانون أو ما يمكن أن يسمى اليوم بمدونة النشر والصحافة، والتي لنا فيها رأي. أي مستقبل لإعلام القرب؟ إعلام القرب هو الراهنية، هو الذي اليوم نراهن عنه، هو يراهن الجميع في من أجل بلورات ما يسمى بمشروع الجهة المتقدمة أو الموسعة. فإعلام القرب هو الذي توكل إليه مهام التواصل مع المواطن ومع المؤسسات والانفتاح على الجميع، بعيدا عن الصحافة الصفراء أو ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وواتساب.